الولد اللي كنت فاكرك غلبان. من عشر الأم. بعدين أنا غلبان طول عمري. خدت إيه؟ إخلص إبراهيم عاوز كام؟ مش عايز فلوس. أنا هعمل إيه بالفلوس وأنا هربان؟ أمال عاوز إيه يا إبراهيم؟ أنا عايز براءتي. نعم يا أخويا، تعملها لك إزاي دي؟ ماليش دعوة. أنا بعد ما أسلمك سليم مش هلاقي حتة أروحها، ولا حد هيمدي لي إيده، وهفضل برضه مستخبي وهربان لحد ما يمسكوني في الآخر. أنا مش عايز حاجة غير حقي. أنا ما سرقتش حاجة. الواد زلطة صبي حسن الضبع هو اللي سرق العهدة بتاعتي من الدولاب. هو بقى اللي يشيل شيلته. قلت إيه؟ يعني كده اتفقنا؟ خلاص يا ابراهيم بقى، قلت لك سيبنا اشوف لك صرفه. الله، انت لسه هتشوف صرفه؟ انا مش فهمتك هتعمل ايه. خلاص سلمني سليم الانصاري وانا عناه ليك. لا يا حبيبي، ما يبقاش ابني في حضني وادور عليه وانا بصراحه كده مش واثق فيك. يعني انا اللي واثق فيك يا ابراهيم؟ خلاص، طالما احنا الاثنين مخونين بعض يبقى نقطع الورقه من النص. يعني ايه ده بقى ان شاء الله؟ يعني تخلص لي ورق القضيه اسلمك سليم. لا يا حبيبي ما ياكلش. خلاص أختك عندي. أختي مش هتبقى الورقة اللي هتلوي بيها دراعي عزناتي. أختي مش هتقدر تأذيها في حاجة. أنت مش ناقص. كفاية البلاوي اللي متلتلة عليك. ما أكيد. بص يا زناتي، ده حق ربنا عشان نبقى كلنا تراضينا زي ما بتقولوا. ماشي يا إبراهيم، كلمني بالليل وأقول لك أنا عملت إيه. بس اعمل حسابك لو حصل عوق نورة هتموت. آه، ما هي مش أغلى من اللي مات وهيم. وانا مش عبيط عشان اضحي باختي عشان خاطر سليم الانصاري. مهما كان غالي عليا مش هيكون اغلى عليا من اللحم. لا ناصح، ايوه عموما هستناك تكلمني. سلام ابو خليل. يا سليم بيه، زناتي جه. داخل يعني عليا خلاص؟ اه، طلع عليك، طلع عليك. ماشي، خلاص الفيديو بيحمل اهو على طول. سلام. ويا خبريني ويا عيني مش فاكران قلت النار والجرح كل ما اجي افرح دايما بتعزيني اللي ما بيني وبينك طار. يا صفاء، انا وصلت. انت فين؟ طب انجزي احسن، والمصحف هيفوتك كتير. طب يلا انا هدخل استحمى انا عشان ريحتي تقرف من نومه المخزن. طب يلا انجزي، مستنيك عشان تلاقي في لي ظهر. يا بنت جبت الاباحه دي منين؟ إيه؟ طب يلا مستنيك. سلام يا روحي. سلام. عمل فيك Thank you.
جيت يا صفاء؟ جيت يا اخويا. اتليفت ولا جاي ليفك يا حبيبي؟ تعالى 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 تعالى. يا اسحاق هو لعب عيالي يا اخي. حاج عزام ما انا قلت لكم كده وانتوا افتكرتوني بعرق. الراجل بصراحه زهق وحاسس ان هو بيربي فلوسه على الارض. هو احنا قصرنا في حاجه يا اخي. قلت لكم سيبونا شويه لحد ما نتصرف مع الراجل صاحب البيت. وسيبناكم بدل الشويه شويه. ايه اللي حصل؟ ها؟ مفيش حاجه حصل. بصراحه كده انتوا مش هتعملوا حاجه ولا هتقدروا على الراجل ده. سيبونا بقى نلقط عيشنا في حته تانيه. تلقط عيشك مين يا جدع انت؟ في ايه؟ عليا الطلاق ما حد يقدر يحط رجله في الارض دي طول ما انا موجود، انت جرالك حاجه؟ باشا خطيه، انت ساكت ليه؟ اسحاق عنده حق يا حاج. الموضوع فعلا مسخ قوي ولازم له نهايه بقى. الله ينور عليك يا مولانا. الله ينور عليك. اظن كده بقى عدانا العيب. لا يا اسحاق. العيب هو اللي انتوا عايزين تعملوه. احنا مش عشرة يوم. قول للخواجه بتاعك موضوعها هيخلص. خلصنا يا شيخ عطيه بقى. خلصنا يا اخي. النهارده يا حاج. الموضوع هيخلص النهارده. بالذوق بالعافيه هيخلص. بس انتوا قولوا يا رب. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش قلت لك الحمد لله رجعت مجبور الخاطر؟ الحمد لله يا عم صالح. بركة دعواتك بقى. طب يلا يلا اركبوا. يا هيما طمني عملت مع بنتك. يلا يا استاذ. انت ضامن الجدع اللي اسمه ابراهيم ده كويس؟ ما يقدرش يلعب معايا الدنيقه طول ما اخته معايا. النبي يا عيني البت دي صعبانه عليا. هي يعني كان ذنبها ايه؟ ولا هاكلها. بعدين هو مين فينا كان ليه ذنب في اللي بيحصل ده يا صفاء؟ انا مش قصدي. قول لي. البت دي صحيح حلوه؟ يا نهار اسود ومنيل. حلوه ايه ووحشه ايه ولا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين ليه غيرك يا بت؟ قول لنفسك يا اخويا. عارف يا زنتي؟ لو الشيطان كده يوزك وتحاول تهرب ناحيتها والله العظيم ترى تاكلك بسناني انت وهي. طب والنبي على نفسي تاكليني بسناني. يا سلام. سيبك من البت دلوقتي وخلينا في اخوها. اه صح. انت ناوي تعمل ايه في اللي طلبه منك؟ والله ما قدامش غير سكه واحده بس يا صافي. وادينا ماشي فيها لما نشوفها تودينا لفين. هو انت عارف انها مش في البيت يا ابراهيم؟ ايوه سميحه عارف. ما تخافيش. عارف منين؟ وما خافش ازاي واحنا ما نعرفش عنها حاجه؟ يوه بعدين معاك بقى يا سميحه. قلت لك مالكيش دعوه. انا هتصرف يا سميحه ونور هترجع البيت ان شاء الله. هترجع منين؟ هو انت عارف هي فين من اساسه؟ يوه بقول لك يا سميحه ما تندمنيش ان انا كلمتك عشان اطمنك. طب انت فين؟ مالكيش دعوه يا سميحه. هانت يا سميحه ان شاء الله. كلها يومين ثلاثه والهم ده يزيل عننا كلنا باسم الله. يا رب يا ابراهيم. مع السلامه يا حبيبتي. خلي بالك من بنات يا سميحه. حاضر يا حبيبي. ايه يا باشا؟ وانا زعلتكم في حاجه؟ الله، هو من زمايلك البشوات برضو بيوصل لهم المعلوم كل شهر وكل واحد بياخد حقه تالت ومتلت. ليه بقى الحوارات دي كلها؟ ولا انتوا زي القطط تاكلوا وتنكروا؟ قطط؟ بص يا معلم حسني، الامان اللي انت بتوكلهم انا ماليش فيهم. ده شغلكم يابا وانتوا اضرب بيه. انا لا دي منطقتي ولا دي دايرتي ولا انا بشتغل بالنظام ده من اساسه. سبحان الله،
انت بتغني وترد على روحك يا باشا؟ لما انت مالكش فيه جايبنا هنا ليه وتفتح لي قصص وحواديت؟ عشان ارسيك في اللي عايزك، عشان انا اعرف عنك كل حاجه، ولو عايز اقلب عليك الدنيا هقلبها في ثانيه. الله، هي تلاكيك يا باشا وشكل للبيع ولا ايه؟ هو في بيني وبينك حاجه؟ هيبقى في لو ما سمعتش كلامي وطوعتني في اللي عايزك عشان. عايزني؟ خير يا باشا؟ ابراهيم السني قطيعا، ماله الزفت ده؟ عاوزينه يطلع براءه. عاوزينه؟ مين اللي عاوزينه؟ بيطلع براءه ازاي؟ انت اسئلتك كتير ليه يا معلم حسني؟ انا اللي عايزه يطلع براءه، يا اما بقى هزعل منك واقلب على الوش التاني. عشان كده رستك الوش التاني عامل ازاي؟ يا باشا انا مالي؟ هو انا كنت قاضي؟ سيبك بقى يا معلم من جو جعلوني مجرما ده عشان ما ياكلش معايا. صبيك اللي اسمه زلط هيشير الليله ويا دار ما دخلك شر. وزلط هيودي نفسه في داهيه ليله مؤاخذه. ده حوارك انت بقى يا معلم، انا ماليش فيه. ولو غالي عليك حد غيره يشيلها. انا اللي يخصني في الموضوع ابراهيم السني يطلع من الليله دي براءه. انا لا غالي عليا ولا طايق اشوف وشه، ده واد رزل وملوش اي لازمه. حلو قوي. ولو مش هتعرف تخليه يشيلها بمزاجه يشيلها غصب عنه. غصب عنه ازاي يا باشا؟ بقول لك يا معلم، هي صعب عليك يعني؟ زي ما شيلتها ابراهيم تشيلها له؟ عيلين من صبيانك يروحوا يشهدوا عليه في النيابه ان هو اللي عملها، وتبقى خلصت على كده. اظن سهله دي. هي مش سهله بس ليها حل. يبقى تسمع مني بقى عشان اقول لك هيقولوا ايه بالظبط. ايوه يا باشا، بس لا مؤاخذه يعني انت مهتم قوي بموضوع ابراهيم السني ده. انت تعرفه منين لا مؤاخذه عشان تعمل له ده كله؟ مالكش فيه يا معلم. ابراهيم يخصني وبراته تخصني، غير كده مفيش. طب انا بقى اللي يخصني ايه؟ ده انا هبيع عيل صبياني. اعمل ده كله ليه؟ لوجه الله. عشان تتقي شري. شر البليه ما يضحك يا باشا. على راي المثل الاذيه ليها الف ناب. ماشي، بص يا باشا، وشرك ده لا مؤاخذه انا عندي ليه الف حل عشان ابتديه. بس بصراحه بقى انت عجبتني ودخلت قلبي، وهنفذ لك كل اللي انت عايزه. بس انا ليا مصلحه عند ابراهيم، وانت اللي هتخلصها. مصلحه؟ اه، مصلحه ليا وليه. انجز يا حسني وقت اللي في جوفك. نسب. انا طالب القرب من ابراهيم في اخته نوره. هسلمكوا زلطه ونشرب شربات براءة ابو خليل مع شربات جوازي من نور اخته في ليله واحده، وانت اللي هتشهد على العقد. ماشي يا باشا؟ لا اله الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله. ايه يا سليم الافترا ده؟ اللي عمل فيها كده ربنا ينتقم منه. وانا هلاعبهم بالفيديو ده، اخليهم ياكلوا بعضهم. انا عايز افهم، ما جبتش الموبايل التاني ليه؟ ما ينفعش يا هدى، الموبايل التاني لازم يفضل هناك، لازم زانتي والناس اللي معايا يفضلوا مطمنين. ده الظاهر عطيه. خشوا انتوا جوه دلوقتي. يلا قوموا معايا. مين؟ انا الشيخ عطيه. خير يا عطيه؟ استنوني انتوا في العربيه. خير يا حضره الناظر؟ وانا امثالي برضو بيجي من وراهم غير كل خير. عمرك ما كنت بخيل يعني؟ مش هتقول لي اتفضل ولا ايه يا راجل؟ ده انت مضايف الاغراب اللي ما تعرفش عنهم حاجه في بيتك، ما بالك بقى بتبير البلد وابن كبيرها. يا لهوى نورة، أما طلعت نمرة يا بت نورة، ما كنتش أعرف إنك مدوراها كده. أصل شكلك غلبانة يا بت، بس الظاهر كده مفيش حد غلبان غيري. ده الراجل تعبان من ناحيتك على الآخر. إلهي ربنا ياخده البعيد، هو عايز إيه مننا؟ مش كفاية اللي عمله فينا؟ الشهادة لله، هو عريس زي الأطرار. بس هنقول إيه بقى؟ أدي الله وأدي حكمته. وأنا عملت اللي عليا، الباقي عليك أنت وأخوكي بقى. وبيني وبينك، أنت لو عايز تاخد رأيي توافقه. هو لما تعيشي مرات حسن الضبع احسن ما تموتي عازبه، ولا ايه؟ اسمع يا عطيه، الوقت متاخر وانا راجل كبير، فاقول الكلمتين اللي عندك من غير لف ودوران. ولو ان طول عمري ماليش في اللف والدوران يا حاج صالح، بس ماشي بقى. نبينا عليه افضل الصلاه والسلام بيقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام: اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه لئلا تكون فتنه. صح صح.
أنا جاي طالب إيد بنتك يا حاج صالح. هدى؟ هو أنت عندك غيرها تصلح للزواج ولا إيه؟ بس اللي أعرفه إن أنت عندك اتنين ولا زادوا؟ لا هما اتنين يا حاج صالح، وهدى إن شاء الله هتبقى التالتة. آه، وعملت حسابك على الرابعة ولا لسه؟ دي أرزاق بقى حضرة الناظر. سبحان الله. بس إيه اللي طلعها في دماغك تيجي تطلب بيد بنتي أنا وفي الوقت ده بالذات؟ والله هو الموضوع في بالي بقى له فترة كبيرة. أنا عارف إن هدى ينقصها بعض الأشياء، بس إن شاء الله هتكملها في بيتي لما تقعد مع أخواتها تتعلم منهم وتعرف نظامنا إيه. هدى ينقصها بعض الأشياء، وإنت بقى اللي هتكملها لها؟ ينقصها مثلاً إنها ترتدي النقاب بعد قراية الفاتحة على طول، والباقي تكمله لما تعيش في وسط البيت وفي وسط أخواتها. آه، طب أنا ما عنديش بنات للجواز. اعقل الكلام اللي بتقوله يا صالح. يا صالح، وجاي تقول لي ترضون دينه وخلقه؟ يا قليل الرباية. أنت مش عارف أنا مين وممكن أعمل فيك إيه يا صالح؟ أنهي دين ده اللي بتتكلم عنه يا أفاق؟ أنت جاي تقول لي أنا ربكم الأعلى زي فرعون؟ امشي اطلع بره، وإلا هضربك بالجزمة زي زمان عشان تتربى. تضرب مين يا مرتد يا ملحد يا حجر جهنم أنت؟ مش كفاية إن حايش عنك الناس وعامل اعتبار لسنك؟ اسمع، بنتك هتبقى زوجتي وتنول شرف إنها تشيل اسمي، وأنت هتسيب البيت ده وتيجي تعيش معايا في الدوار، يا إما ترحل أنت وبنتك وتشوف لك حتة تانية وبرضه هتسيب البيت. وقسما عظما وأنت تعلم أن أبو مصعب إذا أقسم أبر، لخليك عبرة لمن يعتبر. أنت جاي تهددني في بيتي يا حرامي يا ابن الحرامي؟ أنت عارف إن أنا لو قتلتك دلوقتي يا صالح ما يبقى لكش دية؟ شيل ايدك من على سلاحك بدل ما اهلك يزعلوا عليك. طب احمد ربنا يا اخي ان انا جاي الم لحمك بدل ما انت سايبه الكل من هب ودب كده. اوضه خطيبتي وريت فتحتها امبارح. ما تحسبهاش كتير. ايسر الشر واتكل على الله. بدل ما انا اللي قسم العظم هضربك بالنار. الشر انتوا اللي جبتوه لنفسكم. اسمع يا صالح، قدامك فرصه ثلاث ايام تلم فيهم حاجتك وترحل من هنا، يا إما أنت المسؤول عن اللي هيحصل لك. تلات أيام بالعدد يا صالح، وقد أعذر من أنذر، وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تعالى بسرعة.